حاكم المو عزيز.
ملكوت السماوات خصهم بالدعوة إلى الإيمان وعطاهما القوة والسلطان فتقوا وأصبحوا شجعا بيسوع صاحب العزم والهيبات دعاه من بعد يسوع إليا وآخر يوحنا أو أرميا وغيرهم واحد من الأنبياء فنطق بطرس أعظم الشهادة صاعدا إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الباركليت روح الحق المعزي آمين هللويا. ذاتك أنت ابن الله نور من نور إله من إله خالق ما يرى وما لا يرى أنت هو مبدع الموجود ربنا مدح وقال طوباك لست أنت المتكلم برضاك لكن أبي الذي أعطاك أن تتكلم بأسرار خافية زودك الأب بنور الإيمان وليس باللحم والدم الإعلان أنت بطرس وعلى هذا البيان أبني كنيستي بيت الخيرات صاعدا إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الباركليت روح الحق سوف أقيمكم على القطيع وهو لكم يخضع ويطيع تحلون وتربطون
بحسن صنيع، وأنا أعطيكم تأييدا بسبب شرفكم يفوق كل صفات، وشهادتكم في جميع الجهات قد منحتكم أعلى درجات، ومن يحتقركم ينال العقوبات. صرتم لي من الأخصات، وعلى خير في خير رقاب، فأنتم تلاميذ الأمناء تنالون الأجر من السماوات. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارك لروح الحق المعزي. آمين هللويا. ضحى بطرس لأجل المعبود، وصار للمسيح من الجنون، وصال بونيرون الطاغي الجحود، عدو يسوع رب القوات، طلب فانا الحسن الإقبال لميراث ملكوت الرب المتعال، وفاز بالإكليل بفرح في الحال، واستحق الرفع والتطويب. ظهر جندي آخر لإيسوس، لسان العطر حافظ الناموس، يسمى شاول من طرسوس، معاندا لطريق رب القوة. صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا البارك لروح الحق المعزي. آمين هللويا. عمل بيت علي آبا وحافظ التوراة والأنبياء.
بحب الإله واهب النعمات غمال المعلمين ناموس لقن بوليس كل الطقوس وبغيرة قيد تلاميذ القدوس وسقهم للحبس والضيقات في إحدى المرات كان سائر لطريق دمشق وهو مسافر يتمشى كالأسد زائر على تلاميذ رب القوة السماوات فسقط على وجهه كالأموات وسمع صوتا ينادي بثبات شاول لماذا اضطهادا كلمه يسوع غافر السيئات انا هو منشئ الموجودات ارجع عن هذه التحدي فنهض لا يرى المخلوقات لم يبصر الذين كانوا معه شخص من كلمه وظهر له بل كصوت الرعد كان صوته فصاروا في رعدات وحيران صعد إلى أعلى رسول ومعه الرجال في زون وبأمر الرب عمّا
الرسل بصوت مسموع وبشروا بين الجموع وصيروهم تلاميذ ليسوع وردوا الحياة للأموات. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراكليت روح الحق المعزي. آمين. هللويا. زمونير في خمسة أبيب وقتل راعي وكاروز وطبيب بطرس تلميذ يسوع الحبيب وبولس رسول مبدع الكائنات ونحن أولاد البيعة ناصية ونقول إكراما ومديع. السلام لبطرس الفاصية وبولس رسول رب القوة. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراكليت روح الحق المعزي. هللويا. لا تنسانا يا إله بطرس وبولس بأبوستولوس أيها الملك الرب يسوس معطي النعمة صانع الخيرات يا من أرسل رسله الأطهار وأقامهم وكلاء على الأسرار أعطينا روحك يجري كالأنهار لأنك كنز صالح. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراكليت روح الحق المعزي.
أنهار لأنك كنز صالح له المجد الدائم في كل حين اختار رسول الحواريين ليكونوا باسمه مباشرين ولجال عظمته اختار رسله وأيدهم باقتدار ومنطقهم بكل وقار وزودهم بالقوة والبراهين الرب يسوع حجر زاوية وصخرة بنيان المسيحية أرسلهم بقوة إلهية حلت عليهم يوم الخمسين يسوع أعطاهم التعليم فطافوا في كل الأقاليم يرد الخطى للإيمان القويم ويبشر باسمه متهللين صعيدا إلى المحب الأمين اختار أيضا 70 آخرين وأرسلهم 2 2 ليكرزوا ويردوا الخاطئين هؤلاء اختارهم عمانوئيل ليذهبوا لخراف بيت إسرائيل ويردوا الضالين
مناحهم نعمة الانتصار، فكرزوا في كل الأقطار وخلصوا الشعوب من الأوزار، وصاروا في الكرمة مثمرين. أعلى سماوات وأرسل لنا البرقليط روح الحق المعزي. آمين. هللويا. خصهم بالدعوة إلى الإيمان، وأعطاهم القوة والسلطان، فتقوا وأصبحوا شجعان بيسوع فديهم المعين. فرجع السبعون بفرح قائلين: باسمك تخضع لنا شياطين. فقال لهم رب العالمين: هأنا أعطيكم سلطانا كل شرفكم يفوق كل صفات، وجهادكم ليسوع رب الكوان. قد منحتكم أعلى درجات وأعطيتكم الكنز سامين. أقرر لكم عهدا أبدي، تأكلون معي على مائدتي وتجلسون على 12 كرسي، تدينون أسباط الإسرائيليين. صرتم لي من الأخصى وعلى خراف خير فأنتم تلاميذ الأمانة، تنالون الأجر السماوي أجمعين. صاعقة إلى
وهو لكم يخضع ويطيع، تحلون وتربطون بحسن صنيع، والله يعطيكم تأييدا بيقين، وها أنا معكم كل الأزمان، وامنحكم قوة وسلطان لتدوس الحياة وتهزم الشيطان، وتكون بالنعمة متسربلين، فما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحلون على الأرض يكون محلولا في السماوات. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباركليت روح الحق أصواتهم في كل البقاع، وبلغت كرازتهم الأسماع، وبشروا بالمسيح بكل اتضاع، وجاهروا بالإيمان وردوا تائهين. أما التلاميذ القديسين فظلوا في العليا منتظرين حتى تمام يوم الخمسين، عشرات أيام عددا كاملين. صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا البارك لي روح الحق المعزي. آمين هللويا. حل الروح عليهم في العليا، فملاهم بالحكمة الروحية، ونالوا المعرفة الحقيقية، وبالألسنة صاروا ناطقين. حل الروح على الرسل الأطهار.
أشرقت عليه من أنوار فكرزوا بالكلمة شاهدين صعيد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارك لروح الحق هللويا. أما بطرس وبولس رسولين بذلهما أبراء المطروحين بمناد وعصائب للمحتاجين تزول الأمراض وتخرج شياطين وبعدما كرزوا بغيرة قوية وعلم الأمم طريق الأبدية نلا أكاليل الرسولية وأكاليل الشهادة المتنالئين ونحن أولاد بعناصية ونقول إكراما ومادي السلام لبطرس الفاصية وبولس الرسول السلام للرسل الأطهار السلام للتلاميذ الأبرار السلام لوكلاء الأسرار نطلب شفاعة يوم الدين ونحن أولاد البيعة ناصية ونقول إكراما ومادي السلام لبولس صعيد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارك لروح الحق آمين.
تستور ذلنا لبس أسمنا وأعطانا رضا ولم يخطئ بالكلية أخذ دينارين من ماله وهم عهد عتيقة وحديثة وأدخلنا الفندق داره وهي البيعة بيت التقديس أخذ من رئاسته دينارين وصرفه على المسكوم عتيقة وحديثة وهم عاهدين يشفي بهم المريض ويقوم صعيدا إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارك لي روح الحق الفندق والبيعة هو راس الزاوية رابط حيطين أعطى النواميس والشريعة لبطرس أول متكلمين وسلم له مصروف نفقة عتيقة وحديثة وهم عاهدين وعلى أبوابه عتق المرضى وقد سلم له مفتاحين بطرس واندراوس آخر انتخبوا ما على بحر الجليل كانوا صيادين وتوقى الاسنان قال البشير في الانجيل صعيدا الى اعلى سماوات وارسل البارك لي روح الحق المعزي آمين هللويا وسلمه رضا ليصطاد له كل عليل ويجامعهم في سفينه
أتهدى البيع الأرصوزك سيا وأيضا يعقوب صاحب استحقاق للرؤية الإلهية وقول الرب علي قد لاق إنه لا يزوق موت بشري وسلم هاشبك رضا ليصطاد له كل عالين ويجمعهم في سفينة هدى البيعة أرصوزك سيا وأيضا يعقوب صاحب استحقاق للرؤيا الإلهية وقول الرب عليه قد لاق إنه لا يزك موت بشرية حتى يرى منشئ الآفاق قبل الصلب باللاهوتية وقد عاين على طور طابور الرؤيا الإلهية صاعقة إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البار سليم من الآثام وقد اتكأ على صدر النار ليلة العشاء وقت الآلام وقد سمى منشئ الأضهار في لبس من بيتي صيدا من قرية هؤلاء الاثنين كلمات يسوع له هكذا لهذا الجموع تشبع من أين أعطاه دلائل مفيدة مع براهين تشبع الجائعين وقد أشبعنا من خبز الحياة في المراعي الحقانية برتلماء الزور
وكرازته بمدينة أنواع مرسل من قبل الأبسطولية. وأسلم نفسه كالمعصور في حب الإله القدير، وصرخ ربي وإلهي أنت وصيره رئيس أحبار، يقدم له عشر النفوس. سمعان القناوي وهو عاشر، وقد قيل في الإنجيل بسبب أن التلاميذ وجدوا القادر، وكان الوقت عشر ساعات عدد العشرة وهو سائر، وفوق لم يجد عداد وتلميذ عاشر
إرادات البيعة رسولية صاعدة إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارك لي روح الحق المعزي آمين هللويا يهوذا وهو تداوس قال للرب المتألم يا يسوع سيدنا بخريستوس كيف تظهر لنا وليس للعالم فأظهر له الرب يسوس أن من أحب من بني آدم أجلسه فوق بإسرونوس في أورشليم سمائية متياس أيضا انتخبوا عواد يهوذا بالقرعة بعد الصعود أيضا حسبوا رسولا وكروزا يدعى صعيدا إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارك لي روح الحق المعزي آمين هللويا والتلاميذ أيضا اسمه غصنا جديدا في البيعة هؤلاء الاثنى عشرين نادوا في الكون وعلموا قواعد الإيمان بالثالوثية هؤلاء الاثنى عشر ينبوع وسبع النخلة مكتوبين في نص ناموس موسى موضوع وانهار الحياة منهم نابعين وأيضا إنجيل الرب يسوع سمعنا نصه من اثنين متى ويوحنا معدودين ضمن البوكا الرسولية ومرقس سان الإنجيل
وهو نهر جيحون نيل الأمطار النيل خاصة للمصريين دون سائر قوم.